السلام عليكم شباب، تسمعوا الصوت؟ واضح الصوت؟ طيب جاي. وصلنا المحاضرة الماضية إلى الريزيلينت مودلس. الريزيلينت مودلس مثل ما ذكرت لكم هو اختبار يجرى على عينات تربة وعينات الأجريجيت سويل بشكل عام. طبعا ميزة الاختبار هذا قلنا مقارنة مع السي بي آر انه هذا دايناميك، الاختبار هذا دايناميك بمعنى انه اللود اللي ياتي او يسلط على العينه يكون متردد متكرر ليحاكي ما يحصل فعليا في الفيد. بالاضافه الى انه محصوره العينه في لود سيل. لود سيل طبعا في بريشر، هنا في بريشر، هنا في ضغط هواء، هنا فيها طبعا ليحمي العينة أو ليمنعها من الانهيار بسرعة وجود الضغط الجانبي هذا، وليحاكي فعلا ما يحصل في الفيلد. عندنا في الفيلد العينة، أي عينة، أي جزئية من السويل هي محصورة بسويل أخرى هنا من هنا من كل الجوانب، فهو إذا يحاكي فعليا ما يحصل في الفيلد، والتكرار ليحاكي مرور المركبات ثم ذهابها ثم مرور أخرى وذهابه هكذا، فهو فعليا يحاكي ما يحصل في الفيلد. فإذا الخاصية هذه إلى حد كبير أفضل من الكاليفورنيا بيرنج ريشيو اللي هي مجرد ضغط مرة واحدة ثم قياس البنتريشن ومقارنة اللود مع الستاندر لود على الستاندر ماتيريال. طبعا من خواص أو من يعني خلينا نقول ممكن موانع، يعني ما نقول مساوئ، لا موانع استخدامه أنه الاختبار هذا يحتاج له فني جيد محترف، بخلاف الكاليفورنيا بيرنج ريشيو اللي هي يعني ممكن نجريها حتى لو كان الفني فني المعمل غير متمرس، أما هذه فيحتاج إلى أنه يكون محترف وفاهم بشكل جيد لكيف يجري الاختبار وكيف يعني يضبط الحساسات هذه التي تقيس شو اسمه الريزيلينت ديفورميشن او الريزيلينت سترين، وكيف يقرا يعني كيف يعني يضبط الجهاز بشكل عام ويضبط البريشر اللي جاي. طبعا هذه نسميها لود سيل، وهذه الحساسات او ال في دي تيز، وهي كلها مرتبطه بتحكم يعني كنترول يونت اللي هي مرتبطة بالحاسب العالي واللي يتحكم فيها. وطبعا يعني الاختبار يجرى في البداية لعدد كبير من الضربات هذه أو تكرار الحمل، ثم بعد ذلك يعني وحدة التحكم مع الحاسب تبدأ في قياس الريزيلينت سترين. ومثل ما ذكرت لكم الـ MR الريزيلينت مودولس تساوي الـ so called deviator stress سيجما دي على ابسلون ار. الديفيتور ستريس اللي هو الحمل اللي جاي من هنا، طبعا لا ننسى ان في حمل اضافي اللي نسميها سيجما 3 اللي هي الضغط الجانبي
داخل العينة، داخل السل هذا. وهذا السيجما 3 كذلك يعني تضغط عليها من أعلى، تضغط عليها من أعلى، لكن احنا ناخذ فقط اللي جاي من الشافت هذا اللي تعطيني اياه ماكينة التحميل. فهذا نسميه ديفييتور ستريس، ديفييتور ستريس، مقسوم على الريزيلينت سترين. الريزيلينت سترين مرة ثانية اللي هو السترين الذي يزول بإزالة الحمل. فاحنا هنا نعبر عن مرونة او شو اسمه، خلينا نقول خاصية المرونة في العينة، اللي يسمونه resilient strain، أي السترين الذي يزول بعد إزالة الحمل. فإحنا نطبق إلى حد كبير هنا نظرية المرونة، إلاستيك ثيري. إلاستيك ثيري. طيب الطرق اللي شو اسمه التصميم الآن تستخدم كلها، تستخدم الـ MR، تستخدم الـ MR في لتحديد خواص المواد المستخدمة في الوصف، والتست ستاندرايزد. فريزيلنت سترين بهذه الطريقة يقاس للسبجريد سويل، وكذلك للبيس والسب بيس ماتيريال الانتريتد ماتيريالز. طبعا فيه يعني وجد تشارتس لتحديد الريزيلينت مودلس التقريبي باستخدام الخواص اللي يعني كانت تستخدم لقياس خواص المواد. كما تلاحظون هنا يا شباب الشارت، فعندنا في النهاية هذه الريزيلينت مودلس، هذه الريزيلينت مودلس، لكن هنا عندنا قيمة نسميها سويل سبورت فاليو اس، وهذه في السابق كانت مستخدمة ل طريقة التصميم. وفيه قيمة أخرى طبعا ليست كلها معروفة متداولة عندنا، الـ R value كذلك سوي سبورت فاليو، يعني قيمة تعبر عن مدى تحمل طبقة ترابية أو طبقة الرصف الغير معالجة للأحمال، أو السي بي آر، أو قيمة أخرى يسمونها تاكسس ترايكسير، أو قيمة أخرى تحسب كذلك تعتمد على خواص التربة تسمى جروب اندكس. فإذا عرفت أي واحدة من هذول ولا يوجد عندك، ما يوجد عندك قياس للـ MR، فأنت تستخدم هذه الشارت للحصول على قيمة تقريبية للـ MR، قيمة تقريبية. إذا لم تكن متوفر عندك الجهاز وتستطيع قياس الـ MR، فإنك تعمل استيميشن، تقدير تقريبي باستخدام القيم أيا كانت القيم الموجودة هذه عندك، فتقيس القيمة هذه حسب الجهاز المتوفر لديك، حسب زي مثلا عندنا السي بي آر. فما عليك إلا ترسم خط أفقي يوازي الخطوط هذه لتقرأ. إذا كانت عندك مثلا قيمة السي بي آر مثلا قول مثلا 10 10%، فأنت ترسم خط أفقي يوازي الخطوط هذه وتقرأ قيمة الـ MR التقريبية اللي تقريبا تكون قيمتها تقريبا 9500 PSI وهكذا. إذا هذه لي حساب التقريبي لقيمة الـ MR. في من أوجد equations كذلك لحساب الـ MR إذا لم نستطيع قياسه في المختبر.
مثل القيمة هذه، هذه الـ MR، طبعا هذه MR وهذه MR، تساوي بالـ PSI تقريبا 1500 CPR. وهذه إذا كانت عندنا قيمة أخرى تسمى الـ R value، طريقة أخرى لقياس تحمل الطبقة تحمل الطبقة للحمل المروري، تعبر طبعا هي تحمل عن طريق الماشينز، لكن هي في النهاية تعبر عن مدى تحمل هذه الطبقة لي. وهذه معادلة كذلك لتحديد قيمة MR التقريبية بالـ PSI، سواء كان عندنا CBR أو R. كذلك عندنا هنا، إذا هذه بالإنجليش يونتس PSI pound per square inch، وهذه بالـ MPa، هذه بالمتريك متريك يونتس، هذه يعني خلينا نقول تكافأ، هذه تكافأ كقيمة نفسها، بس هذه بالـ PSI وهذه محسوبة، فبإمكانك تحول القيمة اللي محسوبة هنا تحولها إلى القيمة أو بالأربع. هذه مرة ثانية في كون لا نستطيع نقيس الـ MR في المختبر، وهذه قيم اللي نحصل عليها قيمة تقريبية. وحتى هذه يعني طورت العلاقات هذه لي يعني زي ما تقول رينج محدود من السويس، وليس كل السويس، فهي معادلات تقريبية. طيب نبدأ في طرق تصميم، طرق تصميم الرسم. أول طريقة راح نتعلمها هي الأسفلت انستيتيوت ميثود. طبعا مر معنا أن الأسفلت انستيتيوت هذا معهد أبحاث تابع لشركات النفط، فهو إذن معهد معني باستخدامات الأسفلت، وله نشاطات طبعا مثل ما مرنا في أول محاضرة، له نشاطات في اختبارات الأسفلت، اختبارات الأجريجيت، وفي في إيجاد طرق لتصميم الرصف باستخدام الأسفلت كونكريت. فهناك طريقة، طبعا عنده طريقة لتصميم رصف الطرق، وطريقة تصميم الرصف رصف المطارات. طيب هذا التعبير عن اللود اللي جاي على التيار، على الإطار، تيار نسميه، فهذا الاسترس اللي يؤثر فيه العجلة هذه تأثر على سطح الرصف، فمقدار الاسترس بي زيرو أو بي نوت، هذا يتحول إلى بي ون على سطح السبجريد، تحول إلى بي 1 على سطح السبجريد. ومثل ما ذكرت لكم في المرة الماضية، الغرض من إيجاد الطبقات هذه هو تقليل الاسترس اللي جاي هنا إلى قيمة كما تلاحظون صغيرة، مقدار الاسترس كما يوضح الرسم هنا السكتش، هذه الاسترس مقداره كمثلا باوند بير سكوير انش، أقل بكثير من القيمة هذه. فمهمة الطبقات هذه التي يفترض أننا نوجد ثيكنس لها حسب النوعية طبعا، هو تقليل الاسترس اللي جاي هنا إلى قيمة يتحملها السبجريد حتى لا ينهار. يعني كأننا نقول الطبقات هذه هي تتحمل الأحمال، وكذلك في نفس الوقت تحمي الصب جريد انه ما ينهار ولا يحصل له ديفورميشن. لما يمر الاطار على طبقه الرصف، لاحظوا
هذا يمر الإطار ويذهب، يمر إطار آخر ويذهب، فهنا كومبريشن. هنا يحصل تنشن، اللي هم من أكثر هذا اللي تحت الوصف، هنا في كومبريشن وهنا في أسفل الطبقة تنشن، مثل ما يحصل فعلا في السلاب والبيم في المباني. دائما احنا نحط التسليح الحديد في البيم تحت لأن الكونكريت لا يتحمل الشد، فإذا التسليح الحديد هو الذي يتحمل الشد، وبالتالي نضع حديد ليتحمل الشد، فإذا عندنا تنشن في أسفل الطبقة وكمبريشن في أعلاها. في الكمبريشن ما عندنا مشكلة الغالب في الماتيريالز، معظم الماتيريالز الكمبريشن يعني الماتيريالز خلينا نقول اللي يصنع منها الأسفلت للأسفلت كونكريت فهي في الكمبريشن تتحمل مقارنة مع تحملها بال في التنشن. طبعا لن نضع تسليح هنا، لكن في نفس الوقت كذلك يجب ان نحتاط لقضية التنشن، يجب ان تكون الطبقات بسمك معين جودة معينة حتى لا يحصل عندنا تنشن وبالتالي كراك تشرخات وبالتالي انهيار مع الوقت للطبقة، فاحنا لازم نحتاط لهذا الشيء. بالنسبة للكومبريشن ما عندنا مشكلة كبيرة. طيب هنا في طريقة الأسفلت انستيتيوت استخدموا برنامج حاسوبي وافترضوا أن هناك طبقة رص بهذا الشكل مكونة من أسفلت كونكريت وطبقة خلينا نقول بيس أو سب بيس كده. طبعا الأسفلت كونكريت هذا أجريجيت مخلوط مع الأسفلت، ويفترض أنه إلى حد ما يقاوم شيئا من الشد، لا نقول جيد عالي الشد مقاومة الشد، لا ليست عالية لكنه يقاوم إلى حد، فيفترض أننا نأخذ هذا في الاعتبار ونستخدم طبقة كاملة، طبقة جيدة، طبقة كافية حتى يكون الشد هذا strain resilient أو قصدي tensile strain في هذه المنطقة في أسفل طبقة الأسفلت كونكريت، هذه الأسفلت كونكريت لاير في أسفلها يجب أن لا يتعدى حد معين. إذا البرنامج الحاسوبي اللي طوروه باستخدام طبعا نظرية المرونة متعددة الطبقات يسمونها مالتي لاير إلاستيك ثيري، أننا نوجد طبقة من الأسفلت كونكريت كافية بحيث أن الريزيلينت التنسايل سترين هذا التنسايل سترين ما يتعدى ماكسيموم فاليو، ما يتعدى ماكسيموم فاليو السترين هذا اللي يحصل نتيجة للأحمال الحمل اللي جاي عليه، بحيث أنه كونه لا يتعدى هالمقدار معناها أو نفترض أنه لن يحصل كراك هنا، يكون في شد بسيط هنا ولن يحدث الشد هذا كراك، لنظرا لأن الطبقة هذه كافية لمنع تكون شد أو سترين عالي هنا تنسايل سترين عالي، وبالتالي لا يحصل كراك لأنه لو تعدى الحد المسموح به هو محدد وقيم، طبعا لو تعدى الحد المسموح فيه فإنه مع الزمن يحدث كراك، ثم الكراك يتطور إلى أن يصل إلى أجزاء ثم بعد ذلك تنفصل أجزاء الرصف. هذه الجزئية الأولى، إحنا إذن يجب أن نحتاط لهذا الشيء، يجب أن نسترين هذه، طبعاً هذه نوجد من خلالها السترينز، نوجد من خلالها إحنا نوجد طبعاً أوجدوا في استخدام الحاسب الآلي طبقات ونظرية المرونة متعددة طبقات مالتي لاير الاستيك ثيري
اي سي ثكنس معين بحيث انه هذا لا يتعدى الحد المسموح فيه، بالاضافه الى انه كذلك افترضوا كذلك ان السترين هنا اللي يسمونه كومبريسيف سترين في اعلى طبقه السب جريد، في اعلى طبقه السب جريد اللي هي الاضعف اضعف طبقه، كذلك لا يتعدى حد معين حتى لا يحصل ليش ديفورميشن. حددوا ماكسيموم فاليو لهذا واوجدوا كذلك الثيكنسز اللازمه. طبعا مو بس الثيكنس لهذا، يعني الثيكنس عشان هذا يشمل الطبقتين ترى، يشمل الطبقتين لان هذه تؤثر وتسند الطبقه هذه وبالتالي السترين هذا. فالمقصود اللي اقصد كامل الطبقه كامل الطبقات هنا. فاوجدوا اذا اوجدوا سمك يكفي لئلا يتعدى هذا الحد المسموح به، وكذلك أوجدوا ثيكنس آخر لنفس الطبقات لئلا يتعدى هذا الحد المسموح به. فبالتالي عندهم two thicknesses T1 و T2. أخذوا الأكبر فيهم ووضعوه في charts اللي سنراها بعد، سنراها بعد قليل أو في المحاضرة القادمة إذا انتهينا الموضوع هذا، سنراها لتحديد سمك طبقات الرصف، تحديد سمك طبقات الرصف. طبعا هذا احنا لا نتدخل فيه عندنا في دراستنا هنا، هنا بس نفهم الطريقة التي طورت فيها طريقة الأسفلت انستيتيوت لتصميم الرصف. مرة ثانية حددوا قيم ماكسيموم فاليوز للتنسايل سترين في أسفل الطبقة العلوية طبقة الأسفلت كونكريت، وحددوا ماكسيموم فاليو للتنسايل للكمبريسيف سترين إبسلون سي في أعلى طبقة السبجريد، وأوجدوا ثيكنس ليضمن عدم تعدي هذه القيمة الماكسيموم وثيكنس آخر لعدم تعدي هذه القيمة للماكسيموم اللي قررت. عندنا two thicknesses أخذوا الأكبر فيهم يعني حماية ولأن لا يتعدى هذا الماكسيموم وهذا يعني ليكون يخدم الاثنين، فأوجدوا الثيكنس وأخذوا الثيكنس الأكبر الذي يحقق two criteria هذه نسميها criteria two criteria التي استخدمت في طريقة الأسفلت انستيتيوت ميثود في لتصميم الرصف. This is the main two criteria. Maximum tensile strain وماكسيموم كومبريسيف سترين. تنسايل سترين في أسفل الطبقة العلوية وكومبريسيف سترين في أعلى طبقة السبجريد. هذا لئلا يحدث ديفورميشن في السبجريد وهذا لئلا يحدث فك في طبقة لا. واضح يا شباب؟ في سؤال على هذه؟ واضح؟ طيب طبعا الكمبيوتر اللي استخدموه اسمه داما، سموه داما طبعا تحت فرضية معينة وباستخدام خواص المواد التي تستخدم اللي يفترضوا انها هي التي ستستخدم في الرصف. يعني هم في طبعا البرنامج هذا له مدخلات وله مخرجات. المدخلات هي انواع المواد خواصها الريزيلينت موديلس مثلا او الالاستيك موديلس، وتذكرون النظريه نفسها التي تحكم العلاقات اللي هي مولتي الاستيك ثيوري، والبوسنز ريشيو تعرفون البوسنز ريشيو ميو اللي نرمز لها عاده بالرمز ميو. فهذه كلها مدخلات لبرنامج الكمبيوتر داما، وخرجوا منها طبعا القيم الابسلونز إبسلون تي وإبسلون سي، وخرجوا بالثيكنسز التي سنراها. واضح يا شباب؟ طيب طبعا أوجدوا تشارت لدرجات حرارة مختلفة، أوجدوا تشارت للتصميم لدرجات حرارة
مختلفة لما يسمى بالمين أنوال إير تمبرتشر. عندنا إذن تشارت، وعندنا تشارت كذلك مرة بالمتريك يونتس ومرة وتشارت أخرى بالإنجليش يونتس. طبعا لن أدخل الآن بطريقة خواص، يعني طريقة الاختبار، طريقة التصميم هذه. سأذهب في البداية لننهي موضوع طبعا هذا الشارت، لننهي موضوع الترافيك، كيف نتعامل مع الأكسس اللي تكلمنا عنها في المحاضرة، اللي تكلمت عنها في المحاضرة الماضية. فتوصلنا في المحاضرة الماضية إلى أننا نحول، إذا عندي عدة محاور مختلفة بأوزان مختلفة وأوزان مختلفة، سواء سينجل أو تاندم أو تريديوم، نحولها إلى كلها للمحور المكافئ اللي يسمونه 18 باوند سينجل أكسل لود، أو 18 كيب أو 80 كيلو نيوتن بالمتريك يونتس. طبعا طريقة التعامل هنا، برجع هذا اللي مرينا عليه في المحاضرة الماضية، اللي هو تحويل تحويل المحاور المختلفة أعدادها إلى أعداد للمحور المكافئ، ضربها طبعا بإيش؟ اللود كوفلنسي فاكتورز، اللي هي هذه القيم، هذه السنجل وهذه التاندم وهذه للتريديوم. طبعا هذه تكملة. في جزئية لعلي أضيفها في المحاضرة الجاية إن شاء الله، لأنها هي موجودة عندكم هنا. يبدو أني ما حطيتها هنا في السلايدز، موجودة في الكتاب، لعلي المحاضرة القادمة إن شاء الله أضعها. الآن بما أن هذا شو اسمه طريقة الأناليسيس غير موجودة، فأنا مفترض الآن طريقة الأسفلت انستيتيوت، أن عندنا كمية الترافيك معلومة. طبعا كمية الترافيك التي متوقعة، أنا الآن بفترض أنها موجودة، عندنا قيمة ترافيك للسنة الأولى بفترض أن الإكويفالنت سينجل أكسل لودز اللي هي 18 كيب موجودة عندنا، هذه للسنة الأولى اللي سميناها T1، سميناها T1 زين، هذه وجدناها للسنة الأولى بعد فتح الطريق للحركة المرورية. نبي عملنا استيميشن، أول نبدأ بالسنة الأولى، ثم بعد ذلك نحدد growth factor، يعني نسبة نمو، لأن المركبات عادة يحصل فيها نمو مع الزمن، فتبدأ بقيمة مثلا، من هنا وتبدأ تزيد بنسبة معينة للسنة، هذا مع الزمن طبعا، هذا التايم، هذه السنة الأولى، خلينا نقول السنة year one بعد فتح الطريق للحركة المرورية، وتبدأ تزيد بنسبة معينة. طبعا أنا لن آخذ الترافيك في كل سنة أو في سنة معينة، لا، سأخذ الكيومولاتيف، هذا كله سأخدم الكيومولاتيف توتال، لأن الرصف يتعرض للحركة المرورية كلها، من فتحة للحركة المرورية، فتح الطريق للحركة المرورية، إلى أن ينتهي عمره الافتراضي اللي أنا صممت له فترة التصميم. فنحسب التوتال الكيومولاتيف،
نحسب الكيومولاتيف باستخدام هذه المعادلة. استخدام هذه المعادلة. فهذه الترافيك في السنة الأولى. وهذا معدل النمو. وهذا ديزاينير. نمبر اوف ديزاينيرز. فباستخدام هذه المعادلة أحصل على إيش؟ أحصل على التوتال ترافيك الذي سيتعرض له الرصف خلال فترة التصميم خلال ديزاين بيريد. واضح يا شباب؟ أنا الآن بفترض أن هذا موجود عندنا. كيف نحصل عليه؟ سنتيله. كيف نحصل على هذا؟ سنتيله. المهم الآن أنا بفترض الآن عشان بس ندخل في الشارت نشوف كيف نتعامل معها. بفترض أن T1 معلومة وعندي الديزاين بيريد مثلا 15 سنة 20 سنة وعندي الجروث فاكتور. طبعا الجروث فاكتور هذا يفترض أننا نستفيد من أي دراسات الحركة المرورية ونموها، الأحمال المرورية ونموها، لنقرر على قيمة الـ R اللي هو النمو السنوي. النمو السنوي في الحركة المرورية اللي هو يكون قيمة، يعني يصير 10% 20% 15% 5% whatever. ومنه نحسب التوتال ترافيك على مدى عمر الرصف على مدى الفترة هذه. واضح؟ إذا الآن بنفترض أن عندنا التوتال ترافيك. طبعا احنا التوتال ترافيك هذا النمبر اوف equivalent هو numbers، هو numbers عدد، عدد محاور وزن كل واحدة منهم 18,000 باوند أو 80 كيلو نيوتن بالمتريك يونتس، أو أحيانا نقول 18 كيب يعني 1000 باوند. الكيب 1000 باوند كسك. إذن هذا مدخل من مدخلات عملية التصميم اللي هو العدد الكلي للحركة المرورية المتوقعة على الرصف خلال مدة أو فترة التصميم. واضح يا شباب؟ طيب الآن نأتي للخيارات في طريقة الأسفلت إنستيتوت لتصميم الرصف. الخيارات اللي عندنا في ممكن أصمم رصف بطبقة أسفلت كونكريت، هذا أول خيار رقم واحد، ها كامل الطبقة الرصف، يعني هذا هو الصب جريد، هذا هو الصب جريد، هذا صب جريد، وهذه نسميه فول ديبث، نسميه فول ديبث أسفلت، يعني كامل طبقة البيفمنت من الأسفلت كونكريت، يعني لا يوجد بيس أجريجيت بيس ولا أجريجيت سب بيس، كلها أسفلت كونكريت يعني عالي جودة. هذا أول خيار، يعني ممكن أصمم الرصف اللي عندي باستخدام هذه الطريقة، أو أنني أبني كامل الرصف من الأسفلت كونكريت. وطبعا كلمة فول ديبث هذه كلمة هم اللي يعني زي ما تقول تريد مارك مثل ما يقول، هم اللي يسمون. فالمقصود لما تشوف فول ديبث فهي خاصة بالأسفلت انستيتيوت، ومقصود فيها إن كامل الطبقة من الأسفلت كونكريت. هذا أول خيار. الخيار الثاني إنك تستخدم الثاني، خلينا نقول الثاني والثالث والرابع، استخدم emulsified asphalt mix. emulsified asphalt mix. emulsified asphalt mix. هذه الخيارات الثلاث الأخرى. الخيارات الثلاث الأخرى لنستخدم emulsified asphalt mix. كيف؟ emulsified asphalt mix انه يكون عندي طبقة سب جريد
وهنا الخيار الأول، هنا رقم 2، اقسم الخيار رقم 2، نستخدم هذا emulsified asphalt mix، نسميه type 1. سميه تايب 1 فوق السب جريد. كله يعني اجريجيت مخلوط مع الايموسفايد اسفلت. طبعا هذا اضعف من هذا، هذا طبقه اقل تحمل. لما نبني طبقه من الايموسفايد اسفلت ميكس ستكون اقل جوده من الاسفلت كونكريت. شوف لاحظ هنا اسفلت كونكريت، فطبعا سيكون طبعا كل واحدة لها شارت، كل واحدة من اللي راح امر عليها لها شارت مستقلة او شارتس مستقلة. عندي هذا تايب 1 emulsified asphalt mix تايب 1، طبعا هذا جودته عالية نسبيا لكنها لا تصل الى جودة هذا، فاحتاج هنا فوقها طبقة رقيقة من سو كولد سيرفيس تريتمنت. سيرفيس تريتمنت طبعا الكتابة صعبة بالماوس، احتاج فوقها سيرفيس تريتمنت يعني معالجة سطحية لحماية الطبقة هذه سطحها، لحماية سطحها من التآكل تحت تأثير العجلات. نحتاج سيرفيس تريتمنت، وسيأتي إن شاء الله في شابتر 18 ما هي سيرفيس تريتمنت، يعني معالجة سطحية هي لحماية الطبقات سطح الطبقة، لحماية سطح الطبقة. هذا خيار لهذه تايب 1. تايب 2 تايب 3 يختلفون عن تايب 1. طبعا هنا كما تلاحظ تايب 1 يعني تكون مكوناتها ايش؟ يقول constructed with processed dense graded aggregate مع emulsified asphalt. مع emulsified asphalt. فهنا processed dense graded aggregate جودتها نسبيا عالية لا ترقى للأولى full depth asphalt asphalt concrete، ولكنها جيدة في aggregate، يعني تقول مختار aggregate مختار. Type 2 made with semi processed يعني جودته أقل، والaggregate قد لا تكون بجودة الaggregate اللي هنا، ممكن تكون موجودة في الطبيعة، موجودة في الطبيعة مثل الأجريجيت اللي نحصلها في الجبل، يعني ليست جاي من الكسارة مثلا. طبعا أفضل نوع من الأجريجيت اللي يأتي من الكسارة، الخشن ذو الزوايا هو الأفضل شيء، لكن هذا ممكن يعمل من الأجريجيت الموجودة المتناثرة في الطبيعة. هذا تايب 2. تايب 3 emulsified asphalt اللي هو made with sand أو سيلتي ساند مع الماسفايد أسفلت. فلاحظوا أن الجودة تتدرج من 1 إلى 2 إلى 3، أعلاهم جودة هذا، أعلاهم جودة طبعا هذا مو بماسفايد، لا أعلاهم هذا، لكن بالنسبة للماسفايد أسفلت أعلاهم تايب 1 ثم تايب 2 ثم تايب 3. طبعا تايب 1 قلنا نستخدم فوقه سيرف تريتمنت معالجة سطحية فقط، طبقة رقيقة لكنها تحمي السطح، ليس لها ثيكنس معتبر، يعني هذه تايب 1. اما طبقه تايب 2 وتايب 3 فنحتاج فوقهم طبقه هنا، طبقه تايب 1 وطبقه تايب 2، اثنينهم هنا تاتي طبقه تايب 1 وتايب 2. تايب 1 وتايب 2 طبعا كل واحده منفصله، اقول هذا تصميم وهذا تصميم اخر، بس أنا بس أسست التوضيح. لكن يأتي فوق كل واحدة منهم طبقة مينيموم ثيكنس من الأسفلت كونكريت، مينيموم ثيكنس من الأسفلت كونكريت ذو الجودة العالية اللي هوت ميكست هوت ليد. واضح يا شباب؟ إذا نحتاج مينيموم ثيكنس، وسألتي للمينيموم طبعا قيم الثيكنسز هذه للتايب 1 اور تايب 3 اور تايب 1 هنا تايب 2 تايب 1 اور تايب 2 اور تايب 3
أو تايب، كلها كل واحدة لهم شارت مستقل نظرا ل يعني ضعف الجودة هنا في تايب 2 تايب 3، نضع فوقهم أسفلت كونكريت لاير. واضح؟ هذا فيما يخص تايب 2 تايب 3. عندنا الخيار الخامس والسادس ان نستخدم اجريجيت. نستخدم اجريجيت فيكون عندنا هنا اسفلت كونكريت لاير، وهنا اجريجيت انتريتد اجريجيت. انتريتد اجريجيت يعني اجريجيت ليس مخلوط معه اي ماده لاصقه، لا اسفلت ولا غيره. انتريتد اجريجيت طبعا هو حدد لنا سلفا ثيكنس لطبقة الاجريجيت. طبقة الانتريتد اجريجيت هذه اللي هي هنا، يا اما تكون تختار انت المصمم يختار يعني 150 ملم اللي هي 6 انشز، او يختار 300 ملم اللي هي 12 انشز، وفوقهم طبقة اسفلت كونكريت. طبعا بما ان هذه الاسفلت الاجريجيت انتريتد اجريجيت هي الطبقة هذه، إذا هناك شارت لاستخراج قيمة الأسفلت كونكريت، سواء في حالة كون الطبقة دي 150 أو كونها 300، طبعا كلها يعني فوق الصب كريت. هذه الخيارات الست عندنا في بطريقة الأسفلت انستيتيوت ميثود. فأنت كمصمم عندك الخيارات هذه حسب توفر الموجود وحسب الايكونومي اللي تبغاها، الاقتصاد يعني توفير الاقتصاد. واضح يا شباب؟ مهم يا شباب ان نفهم الطرق هذه، وان كل واحده طريقه مستقله، يعني ممكن تصمم بالاولى او الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه حسب المتوفر عندك، حسب الاكسبيرينس. يمكن عندك خبره ان واحده من الطبقات لكم خبره جيده، وعند المقاول خبرات جيده في شو اسمه في بنائها فتصمم فيها. في أسئلة يا شباب؟ هذه طريقة الأسفل. طبعا سنأتي للشارتس، سنأتي للشارتس. أهم شيء الآن أن نفهم أنه نفهم أهم شيء نفهم الطرق الست هذه، أو خلنا نقول ليس الطرق ست، خيارات ست. ست خيارات 6 options لتصميم طبقات الرصف، كلها متاحة بطريقة الأسفلت انستيتيوت. في سؤال يا شباب؟ ما فيه؟ معنا يا شباب؟ طيب اسمعون. طيب الآن نأتي لي طبعا هذا المينيموم ثيكنسز اللي ذكرت لكم، مينيموم ثيكنس في اسفلت كونكريت اوفر موسيفايد اسفلت بيسز، سماها بيسز طبعا موسيفايد اسفلت. فهذا اذا ما يكون عندك تايب 2 اور تايب 3 موسيفايد اسفلت بيسز حسب الترافيك. اذا كانت الحركه المروريه 10 تو ذا باور 4 equivalent single axle load، فتستخدم كمينيموم 50 ملم او بالمتر بالانجلش يونت يعني 2 انشز. هذه هي هذه. اذا الترافيك 5 10 to the power of 5 50 كذلك. كل ما زاد الترافيك كل ما احتاجنا ان نزيد الاسفلت كونكريت، طبقه الاسفلت كونكريت فوق تايب 2 او تايب 3. مرة ثانية كل واحدة مستقلة عن بعض، يعني ممكن تصمم تايب 2 وممكن تصمم تايب 3 وممكن تصمم تايب 1 وتضع فوقها سيرفس تريتمنت، ممكن تصمم بالفول ديبث، انت كمصمم مخير. فهذه اذا المينيموم ثيكنسز، هذه هي ايش المينيموم ثيكنسز المطلوبة كطبقة اسفلت كونكريت فوق تايب 2 تايب. طيب نأتي للشارتس. طبعا لاحظوا هنا كل شارت فوقها درجة الحرارة التي يفترض انها
سائدة في الموقع التي سيبنى فيها الرصف المصمم. هذه mean annual air temperature. mean annual air temperature درجة حرارة الهواء. طيب استخدام الشارت. استخدام الشارت سهل جدا. استخدام الشارت سهل جدا. عندك هنا equivalent 18 كيب single axle load. واضح؟ يعني هذا عدد المحاور، عدد يا شباب، هذا عدد وليس حمل وليس باوند وليس ايش اسمه وليس نيوتن، هذا عدد عدد. احنا في النهاية بعد عمل التحليل للحركة المرورية سنحصل على عدد، عدد المحاور المتوقعة على الرصف، عدد المحاور المتوقعة على الرصف خلال فترة التصميم. طيب هذا الـ X-axis، إذن عدد المحاور. الـ Vertical axis Subgrade Resilient Modulus MR، حقت إيش؟ Subgrade Resilient Modulus. عملية التصميم سهلة جدا. قبل ما ندخل في عملية التصميم نشوف طبعا الشارتس كلها على نفس الشكل، على نفس الصورة. فإذا تعلمت أنك تستخرج الثيكنس من شارت واحدة، بقية الخيارات اللي مرت معنا من 1 إلى 6 كلها نفس الطريقة. طبعا لاحظوا السكيل يا شباب، السكيل هذا لوج، لوج سكيل، سواء الفيرتيكال اكسس او الهوريزونتال اكسس. ويفترض كذلك، وهذه يعني دائم مجال للخطأ يا شباب، البعض يخطئ في قراءة اللوج سكيل. انا سأكبر هذه لنعرف سأكبر هذه. طيب كما ترون هذه وش ذي؟ 10 to the power وش؟ 5. هذه 10 to the power 4. 10 to the power 6 وهكذا. طيب الخط هذا وشو؟ مثل ايش؟ يلا شباب للجواب، الخط هذا يمثل ايش؟ يلا يا بخيت، يلا انا بختار، اذا ما تجاوبون انا بختار منكم. بخيت معي؟ طيب الخط هذا وش بخيت؟ هذه 10 to the power of 5 وهذه 2. شو المقصود بال2؟ وش المقصود بال10 to the power 5؟ وش المقصود بهذا؟ عندك جواب؟ العوين. يلا بسرعة يا شباب. يعني كم؟ كم طيب؟ هي كم علشان تكون مضروبة في 10 أس 5؟ وش الرقم ده؟ لا انا اللي انا عليه حطيت عليها خط، هذه وش يا شباب؟ يلا يلا عمران، عمران وش الخط هذا؟ هو شيء مضروب في 10 اس 5 صحيح، لكن وش هو؟ بن مي منصور، اخذكم واحد واحد. عيوف نترك
مترك يقول واحد. أبو عبات، إيش رأيك في كلام مترك؟ واحد ولا مو واحد؟ هذا لازم نفهمه زين يا شباب، لأنه هذا هو مجال الخطأ. تلبة، وش هذا؟ حطيت عليه خط هذا. يوسف، يبدو أنه جانبكم الصواب. هذا مو بواحد، واحد في 10 أس 5 هو هذا. هذا هو 1 في 10 أس 5، هذا هو 1 في 10 أس 5. هذا وش هو؟ 1.5 في 10 أس 5. واضح يا شباب؟ هذا 1.5، هذا 1، هذا 1 في 10 أس 5، هذا 1. واضح؟ طيب خلونا نكمل. طبعا هذا طيب، هذا إذا 1.5 في 10 أس 5، هذا 2 في 10 أس 5. زين، هذا 2، هذا 2.5 في 10 أس 5، هذا 3 في 10 أس 5، هذا 3.5 في 10 أس 5، هذا 4، هذا 5، هذا 6، هذا 7، هذا 8، هذا 9، هذا 10 أس 5، اللي هو 1 في 10 أس 6. نرجع هنا كذلك، واحد هذا 1.5 في 10 أس 6، وهكذا. واضح؟ ونفس الشيء نقوله هنا يا شباب، هنا 10 أس 3 vertical axis، هذا 1.5 في 10 أس 3، وهذا 2 في 10 أس 3. هذا 2.5 في 10 أس 3، 3 في 10 أس 3، هذا 3.5، وهكذا. إذا افترضنا عرفنا ايش المقصود به الخطوط هذه. طيب طبعا طريقة استخدام الشارت سهلة جدا. افترض ان عندنا الاكوفلنت، افترض ان عندنا الاكوفلنت 18 كيب سنجل اكسل لود، اللي هي خلينا نقول 10 أس 5. زين، افترض ان 10 أس 5 هذا عدد المحاور المكافئة التي تستمر على الرصف خلال فترة التصميم. زين، الآن افترض ان سب جريد ريزيلينت موديلس 10,000، 10,000 اللي هي 10 أس 4. زين، طيب افترض ان 10 أس 4 عندنا. طيب افترض انه هذا ريزيلينت موديلس السب جريد، وعندنا المحاور، عدد المحاور هذا 10 أس 5. فإذا هنا نرسم الخط هذا من السكيل الرأسي، وهذا من السكيل الأفقي، يتقاطعون عند نقطة معينة. إذا تقاطعوا عند خط من الخطوط هذه مكتوب عليها الثيكنسز، فمعناها ناخذ هذا، ناخذ الرقم، يعني هذا كم؟ 6 inches، معناها الثيكنس. هذا اعتقد ان الفول ديبث اسفلت، اعتقد الشارت هذه الفول ديبث اسفلت، ما هو مكتوب عليها هنا لكنه فول ديبث اسفلت. بقيه الشارت بس هذه يمكن الشارت مو مكتوب عليها، البقيه مكتوب عليها. فهذا الكوفيننت سنجل اكسل هو عدد المحاور المتوقع، وهذا الريزيدنت مودلس السب جريد، اذا الثيكنس هو 6 inches، يعني السمك 6 inches. طبعا انت اخذت الرقم هذا من الشارت كويس، وهذا هو الثكنس. هنا بعد ما تنتهي، بعد ما توجد الرقم من الشارت، المطلوب منك انك تكتب مثلا هنا سب جريد، ترسم سكتش بسيط سب جريد، سب جريد واسم الطبقه هذه اسفلت كونت فول ديبث، اسفلت كونكريت او فول ديبث، وتعمل سكتش زي كذا وتكتب
thickness. تعرف الطبقة أول شيء sketch وتكتب thickness 6 inches. تكون انتهيت من عملية التصميم. الوقت انتهى يا شباب. طبعاً سنكمل إن شاء الله في المحاضرة الجاية. في عندكم أسئلة؟ سنكمل على بقية الشارتس في المحاضرة القادمة إن شاء الله. احتمال أعطيكم كويزز أو كويز في الأسبوع القادم. إذا كان في كويز راح أحدد لكم أي يوم. في الغالب لن يكون الأحد، يكون الاثنين أو يكون الخميس. وطبعاً سيكون في الجزء اللي لما ما أخذناه من شو اسمه chapter 7، الجزء اللي ما أخذناه من chapter 7. إحنا وين توقفنا chapter 7؟ ذكروني يا شباب في الترم الأول. horizontal إيه، خلصنا الهوريزونتال، بدأنا في بعد الميدتيرم بدأنا في الفيرتيكال صح؟ يعني داخل معكم الفيرتيكال والستوبنج والسايد ديستنس. اللي باقي معكم إذن اللي ما يشمل الاختبار اللي هو الفيرتيكال الاينمنت والباسنج سايد ديستنس. واضح يا شباب؟ اللي ما حضر من زملائكم ذكروه، ونلتقي إن شاء الله يوم الأحد. طيب، في سيكون ربما مسائل وفي ربما شو اسمه نظري، أكيد في الاثنين في الغالب يعني، وأنتم خليكم مستعدين للاثنين. واضح يا شباب؟ طيب، نلتقي إن شاء الله يوم الأحد.